إنها المعركة التي تذكرنا بالتاريخ المجيد، بنضال الشعب المصري ونضال بورسعيد. إنها الأيام الخالدة في حياتنا، تلك الأيام التي نراها دائما دافعا لنا إلى الأمام. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننسى أو نتناسى أو نتجاهل تاريخنا العظيم. هذا التاريخ نورثه دائما للأبناء والأحفاد، ليعرفوا أن هناك شعبا عريقا واجه وبكل قوة، وأن هناك قائدا وزعيما عظيما رفض أن يغادر أبنائه القاهرة. لم يطلبوا، ولكنه قال من على منبر الأزهر الشريف: أنا معاكم هنا وولادي هنا، وحنقاتل هنقاتل من أجل مصر. رفض شروط الاستسلام بعد أن أمم القناة في 26 يوليو 56، رفض أن ينصاع للتهديدات والإرهاب، وكان دائما يدرك أن قناة السويس التي حفرها المصريون بدمائهم وبعرقهم وبجهدهم، واستشهد فيها آلاف المصريين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشريان العظيم. قناة السويس كانت حلما للمصريين بأن تعود إلينا مرة أخرى، وأن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما فعله زعيم وطني بوزن جمال عبد الناصر. ربما زي ما قلت امبارح، حرقة المصريين وكلام المصريين عن قناة السويس ومخاوفهم وقلقهم هو قلق مشروع، فالكل يؤكد على ضرورة السعي المستمر إلى حماية هذه القناة كما يقول الدستور في مادته رقم 43. قناة السويس بالنسبة لنا هي شريان الحياة، هي أمن قومي، ومن ثم فإن جيش مصر العظيم لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يحمي هذه القناة ويفعل المادة 43 من أجل استمرار حمايتها، لأنها مصدر مهم جدا للمصريين وتعني للمصريين أشياء كثيرة. كما أن قائد مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتضي بالتفريط أو بمحاولة حتى الإيحاء بأن هناك اختراق لما نصت عليه المادة 43.